لن تصدق ماذا فعل مجموعة من الشباب داخل أحد مقابر العاصمة صنعاء. لنشاهد الفيديو. ابتكر عدد من الشباب المظلومين طريقة جديدة للاحتجاج على قرار تعسفي في العاصمة صنعاء، وذهب الشباب الذين استبعدوا من معهد القضاء رغم تفوقهم في اختبارات القبول إلى أحد مقابر العاصمة صنعاء لدفن أحلامهم، بحسب مقطع فيديو نشره البرلماني أحمد سيف حاشد على حسابه في فيسبوك وشاركه حيروت الإخباري. وكان معهد القضاء في العاصمة صنعاء قد استبعد الطلاب المتفوقين في اختبارات القبول للعام الجاري وأحل عددا من الراسبين بديلا عنهم. وتجدر الإشارة إلى أن فساد قرار معهد القضاء باستبعاد الناجحين وأحلال الراسبين لم يستثني من حصل على المرتبة الأولى في الاختبارات التجريبية لمعهد الطلاب صالح أبو لحوم، وكان أيضا الأول على دفعته في كلية الشريعة والقانون جرى استبعاده في خطوة قوبلت بسخط واسع من قبل أكاديميين ومحامين وطلاب وناشطين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن أتينا إلى هنا نشيع أحلامنا طموحاتنا. أنا الأول على دفعتي صلاح عادل أبو الحلم حصلت على الأول بجامعة صنعاء، وتقدمت إلى المعهد العالي للقضاء وحصلت على الترتيب الأول، ورسبوني بمادة وأعادوا التظلم، وصلت للمقابلة الشخصية رفضوني أنا ومجموعة من زملائي أوائل تسعينات ثمانينات، وقبلوا أصحاب الخمسينات والستينات. أيش ذنبنا؟ ذنبي دلاجيت الأول، ذنبي لنا تفوق، لنا ثلاثة شهر وإحنا ناشد من القيادة. قالوا صرحوا الفاسد خلصوا جلد فرحنا للمسيرة جيت انتظار للإقصاء. أصبحت لنا أتندم لنا جيت الأول، أتندم لنا أتفوق، من عاد ما يقول لا. هو ذا شهيد الطلاب. يا جماعة الخير يا قيادة، ليش تتقابلونا؟ ليش تعيدوا المظلومية؟ ما يصلحش هكذا، هذا فساد، هذا إقصاء، أين يصير من الوطن هذا؟ الناشطين المقاولين الإعلاميين وصلوا رسالتنا، وصلوا مظلوميتنا. أي الأول يعني نجعل في حقنا الشهائد مستقبلنا. ما حد سمعنا، كنا نتفوق على اساس خلال كليتات 25 سنة، وانا جيل اول من صف اول، والخمسينات والستينات يدخلوا. لا عاد تدرسوش، الخمسينات والستينات يدخلوهم.